السيدات والسادة أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية من الفضائية الشهادية من أنجمنا. أدى صباح اليوم بالقصر الرئاسي عضواني في محكمة الحسابات اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وبحضور رئيس الحكومة فايمي باتاكي ألبير ورئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي ورؤساء المؤسسات الكبرى. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. بحضور رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس العدل حامل الأختام ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وبعض أعضاء الحكومة ورئيس محكمة الحسابات وعدد كبير من المستشارين بمحكمة الحسابات والمستشارين برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بمختلف تخصصاتهم، ترأس فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفل الأعضاء اليمين الدستورية لإثنين من مستشاري محكمة الحسابات. برد الجلسة بكلمة قدمها المدي العام لمحكمة الحسابات، قدم فيها السيرة الذاتية للعضوين الجديدين وهما السيد بريمبا كولكانت والسيد يوسف أحمد النظيف، وقد تم تعيينهما بالمحكمة بمرسوم رئاسي بتاريخ 26 يناير 2017. وقبل بداية أداء اليمين الدستورية قدم السيد سليمان طير حدار رئيس محكمة الحسابات خطابا حث فيه العضوين الجديدين بالمحكمة الاهتمام بأداء الواجب طبقا للقانون، وقال إن تعيينكما عضوين في المحكمة يتطلب منكما الكثير من الجهود والمصداقية أثناء القيام بواجبكما الذي يأمر به الدستور التشادي من خلال الرجوع إلى أخلاقيات العمل القضائي والمحاسبي في تشاد، وكذا تسيير ومراقبة المتلاعبين بالمال العام، كما يدعوكما إلى توئية وتوجيه ومراقبة مختلف الأحياءات المالية والاقتصادية الخاصة والأمة والتأكد من مصادر التدفق المالي تماشيا مع النزاهة الإدارية والمصداقية والتمسك بالروح الوطنية والمصلحة الأمة دون التفكير في المصالح الشخصية، وهذا سيساعد في دعم سياسة وقانون الحكم الرشيد، لأن الشفافية هي من أهم سمات الديمقراطية والحرية، وهذا ما يسعى إليه دائما فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو منذ فجر الديمقراطية وتأسيس دولة القانون. وفي نهاية كلمته طلب رئيس محكمة الحسابات سليمان طير حجار من أعضاء هيئة المحلفين دعوة كل من السيد بريمبيك كولكانت والسيد يوسف أحمر النظيف إلى منصة الشرف والمسؤول أمام هيئة المحلفين من أجل أداء اليمين الدستورية. ومن الجدير بالذكر أن محكمة الحسابات هي هيئة دستورية تقوم بمراقبة ومحاسبة الأموال العامة بشفافية ونزاهة، ولها أفرع تكافح عمليات تبييض الأموال والجريمة الاقتصادية المنظمة وغيرها، وتضم أكثر من 30 عضوا ينحدرون من مختلف اللحيات القضائية والدستورية في تشاد. وبعد أدائهما اليمين الدستورية تمت تهنئتهما من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ومن جميع الحاضرين.